الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب الحالي هذا مد كانوا باب الحالي حالبي باب كذوي باب كي حالبا أيام هل كان كجلينا الحال حالك هو الاسم اسمه اسم كاسو المنصوب لقرد جاي اسم كاسو المفسر فسريا لما كي إن بهما قرصامي من الهيئات هي أين حال وما جوياي. وذلك مثال كي نحو قولك وهو الكاتراه كله جاء زيد زيد يميت راكبا حالا ويهي زيد ميت كرسان ايو يميت وركبت الفرس فرس كي ايان كري مسرجا حال ويهي ميت كورا لساري ولقيت عبد الله ينلق المي راكبا حال ويهي عبد الله ميت سارا جديد ايه وما اشبه ذلك انت سوحي شبهه. باب الحال هذا ميت كانوا باب الحال حال كباب كسوي الحال حال هو الاسم اسمه هل كان حكي قلنا حال حال واسم هرينا وقصوا قرار جني اسماء منصوبات دشن يطبن كان كدح جرنا منصوبات دانا كدح جرنا شان يطبن كدمان واسماء افعلنا كما جرتو حرفنا دماء والله احرابا ودمان واسماء حارب مركا واسم كو وانا منصوب حال نشط قرأتوا منصوب هذا هو يعني العرق حال اضو جري يولي ومجروح يان الأرق حال أضوله ومرفوع حال مشتكو أرقته ومنصوب ولا نصب حال وحبو فصرة حال وهو فصرة هي يقاب قرصون وفصرة ذات ما فصرة ذات ما فصرة وهو فصرة هي يقاب قرصون قاب كا قرصون يلو فصرة قاب قرصون ألو فصرة الحال حال هو الاسم اسمه اسم كاسو المنصوب لقرنغي اسم كو المفسر فسريا لماك ان بهما قرصومي من الهيئات هي اين حالو كميديه هيئه وقابك اما كيفيته. وذلك مثال نحو قولك وهذلك او كله واد كو هادشو جاء زيد نايمت مركا فيري هبان يرادو جاء زيد نايمت ولا فهمي زيد انو يمت لكن وحا قرصون حالته كيمد كيف كيمد ما لغينا ايه او اصدقى لقطة استعماله راجل ايه مسا قاديد وصحنا كيف كي احقابك او كسرنا اي حالك او كسرنا مركو يمد حالتها ساقرصون ما لغو كيمد مسا قاديد وصحنا انتها ساقرصون انت يا حالة فصيرة راكبا حال ايه مد قاديد صارا ويمد راكبا حال يهمد جديد صارم أيوب. وحتر مركز جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. زيد فعل جاء مرفوع وعلامة رفع الضمة ظاهرة في آخره. راكبا حال من زيد زيدا كحالينه حال من زيد منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره. هل كاس مركز صدق شيئا برنا كربنا؟ اسم الحال اسم كحال كها صاحب الحال وحل راجلا صاحب الحال ك وحاله اسم كيف فسرتي اسم كيف كيس اي فسرتا ليرا صاحب الحال وحان كرو باهم هي عامل الحال عاملك كو عمل فليو نصبنا حاله صدح راسا باهم عن باهم هي اسم الحال صاحب الحال عامل الحال صدح عن باهم اسم الحال واسم كحالبة أو فصيري صاحب الحال وامد كلا فصيري عامل الحال وعامل كي نصبية اسم كان حالبة. هذا مثال كان جاء زيد نايمد راكبا حال ويهمد كرسا جديد ويهمد وفد أو فصيري حالبة هو راكبا حالبة هو راكبا كلا فصيري وقابكو كل من أي قرصون تينو وزيد جاء زيد نايمد ما كان نري زيد قابكو كيمد انا قرصون
هي أدو مركو إيمانا يبلغين أيي ما سجديدو صحنا ما كان عدا راكبنا نوع عطيه صماها راكبنا مركو واحد فصير توي زيد زيد حالتك السقمير ذات زيد زيد ولا يقان وأنا اللي يقان ذات زيد تفسير مرة لكن واحد تفسير ربع كيفية وكيف راكبنا نوع عطيه مركز صاحب الحال كي ما أنت واقع وامتك لفصيرة صاحب الحال متك هي أني سلفصيرة واقع وزيد عاملك يا واي قاعدة قاعدة مركز قاعدة قاعدنا حين ما أنا أول بلغ ما تسكر قاعدة مركز فهمتو أبغى لغو تسين أتفرتكو في قمال الله ماشي الله وحال هذا العامل في الحال هو العامل في صاحبها قاعدة قاعدنا العامل في الحال متك حالك كو عمل فلا هو العامل في صاحبها صاحب الحال كو متك كو عمل فلا قاعدة كدغين العامل في الحال حالك اسم الحال كمتك كو عمل فلا هو العامل في صاحبها صاحب الحال كمتك كو عمل فلا هذا فيري راكبا واسم الحال اسمك اي فصيرتو صاحب الحال كو زيد زيد يا كو عمل فلا رفعي جاء صماها حالها ما سجل اسمي تصلب هاي القاعدة صن هاي صنع ها العامل في الحال والعامل في صاحبها مرك واحد لأن هاي محام برمي المثال كسكبر ما يصدق شيء اسم الحال صاحب الحال عامل الحال صاحب الحال كي والراكبة عفوا قلت اسم الحال كي والراكبة صاحب الحال كي وزيدا عامل الحال كي وجاء نبضي هذا مركا صاحب الحال كان وحكا حاليني اولا فصيري وفاعل فاعل وحاترا ركبت الفرس فرس كي ينكري مسريكا حال ويهمت كورا لساري يلي اللي كوري يو كورا ساري هي ينكري ركبت وحنكري الفرس مسريكا حال ويهمت كورا لساري ركبت فعل وفاعل الفرس مفعول به منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره مسرجا حال من الفرس منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره مثال كان حال اسم الحال ومسرجا متكلم فصيرة هو فرس فرس كمركز كريدي أصدق واحد كركيس صار الأرقمية كرتي مسأية وكوريه سريهنا تكورتي مركا وحا قرصون مركا تلا راكبتو الفرس فرس كيان كوري ويالي فهمي كرا فرس كور كيسان كور لكن محا قرصون فرس كما كورا صارنا مسوا دلبانان تاسا قرصون تاسا قرصون مركا تاس قرصون مسريكنا فصيرتي مسريكنا مركا وا اسم الحال الفرسنا وصاحب الحال عامل كينا وحلاها الفرس يا نسبي ركبها نسبي خلاص العامل في الحال هو العامل في صاحبها مسرجنا وحا عامل او ركبها هاي الفرس صوما نسبي ركبها خلاص مسرجنا ايضا عامله نسبي هل كاس وحن ارغنا اسم الحال او مسرجن صاحب الحال مثل فسيري او الفرس عامل الحال او ركبا صدح دي عبران مركانا وحا وحا لغا حالي مفعول به الا الفرس ومفعول به مركانا فاعلة وحا لغا حالي هادانا مفعول به وحا لغا حالي واللقيت وحا لكلمي عبد الله عبد الله ان لكلمي عبد الله مركز لكلمي دي مقاديد صارنا مسابلك سعدي ادوس مركز لكلمي دي مجاديد صارنات مسرولك سعدي هي أدي قاب كني يا قرصون وأكل ما يقول فهمي كلا لكن كيف كي يا قاب كي أتكون كلامتين ما عدا راكبا واحد قيار أولى هذا إن أتفاعلك كحالي ده لقيت تأذى صفاعله وكحالي كرتها مركز حال هذا لقيت واحد لكل ما عبد الله راكبا أروج حال أنا هميت جديد صار هذا يوم فصيرني راكبا يي فصيرتي لقيت تاذا كوجيت وحكى لك وبنان مفعولك انك حاله عبد
حلبا لقيت وحن أنا أقول لكم عبد الله راكبا عبد الله حاله من جديدكم مرك هادير أرت اسم الحال كي وراكبا صاحب الحال كي الله ركوب بنان إن أتعب كذبت صاحب الحال يا إن عبد الله كذبت لا بد وراكوب بنان مرك يهرت مثال كي كبرت وحلق حالينا أي فاعل مثال كي لبعضنا وحلق حالينا أي مفعول به مثال كان فاعل كي مفعول ككثرة كحاله آه أما فاعل كحاله أو تعب لقيت عبد الله راكبا أما عبد الله كحاله متكر كلام وأنا إللي قفام ما مرك تقول دواره هل هذا اللي جمله من مغلة هي ماشى عن كحاله يوفر وأنا أتمر كان لقبيه ترى ماشى صد كحاله لقيت عبد الله نحوله وحلاق سين دجال ليش قف كان نحوله وقول دجمله حاول مغلمه لقيت وحلا كل ما عبد الله راكبا حال أن أروق أهيم في كرسن كان كحاله لقيت تأذى كجفت ما شاء الله ودعو يشمو جدا هاي هاي مثال كادنا فير مركلة لقيت عبد الله لكل مي راكبا حال وعبد الله ويهي مت كرسان هل كان كحري عبد الله ما شاء الله انت سنكرمت قف كأن فان مينين ودقول ملك لقى حري مي ما مغلا نحوالا نميش على رأي اللي قاروا هالكاس كلمات كستو عربي أفريطون كبقولك مركا العقريو مركا بقيسة كلمات والب إحراب كده وين أطلع محل شايد كانوا صعونا هالكاسو كلمات والب أولو رواغو إنا يتفرق أطلع ما هنالو راس كانا فاعلة ومبهن أدايا كان مفاعل ومفعول وحال وتمييز ومسدر أدايا هو اسمه كان وخبر كان كلمات ده مركا مغشرة فراتك فهمي ومبهن إنو راس هو كلمة إبلاء ماشي الله صعبا هالكاسس ومجد جدي اللوية هالكاس الله هيانا واي يا وما اشبه ذلك انت اسمه وحي شبه هذا اسم الحال تراديو كبطي تراديو كبطي واي ولا يكون الحال حالكم ما نقض الا نكرة المهني قاعدة كده ايضا اسم او اسم الحال وحنا نكراه ما نقضه هذا ترى توصله معرفة الا اولو اباهي ونكره اللي اولو اصلك اسم الحال ونكره معرفات دون نغضو أصلك وكبح أصلك اسم الحالك اسم كلا نصبنا حالتها أصلك سوام حي ونكره ولا يكون الحال حالكم من نغضو إلا نكرتنا هذا فيري راكبا نسرجا راكبا كل وضع نكره راكبا مت قديد كرسان فيري هذه كريجية لغات لغو ونكره نسرجا مت كورا لصارك مت كورا لصاري مكت شيء قارما فرصة لصارا دميرا لصارا مت كالرطية لصارا ولا يكون الحال حالكم من نغضو إلا نكرة ما هنم ولا يكون من نغضو إلا بعد تمام الكلام هذا الكلام ما يسترن كيسا كدقال ما هنم هذا الكلام ما يسترمو كدبو النغضا حالو لكي دميشان وحيرفتا مسكح شقيني وعلو اسم الحالكو كلامكم مركو ما يسترمو كدو النغطة وحلو لكي ده وحلو لكي ده لبا معنى وحلو لكي ده هل معنى ايه لبا معنى لو لمكي ده ساسان لان لبا معنى لو لمكي ده ايه هل معنى لو لكي ده لبا معنى لو لمكي ده لبا معنى محيين لو لمكي ده اسم الحال كما صهر مريكرو صاحب الحال كلو لما تشيد وكا صهر مريكرو كاس لو لما تشيد هذا اسكن دي كرنا راكبا جاء زيد وصهر مريكرو مركب من لو لما تشيد ما صهر مريكرو هو قادة طلباتنا كلام كمعنيه سواء ما يصير ما هو معناها لفهمه كذبوا إسكا إمانا أساقوا السيادان اللي لم تشيدوا مرمران كلام كنب اللي فهمي كريم حدان حالات القدر وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما فيري لاعبين هو حالة حدان القدر آيات أصوح معنى اللي ما فهمي كريم صح ما بدي أكفتين صح نقول حالة معنوه وخل نقول وما خلقنا السماء والأرض إرك يرولك أنو معنى أبوري ها إلهي انت أصوح نقول صح إرك يرولك أنو معنى أبوري ايضا معنى بصاصة ما
عيار وما أبوري وي طيب إركروا لك أنا أبوري عيار وما أبوري مرك الله يجينا حالات يلا الشيء اللي فهمه كهر اللي فهمه آه مرك معنيه يا بكرم ولا تمشي في الأرض مرحا في بولكها حتى أن حالات اللي شيء اللي ما يفهمه يد معنيه معنوه خلنا قلنا بولكها كوسع آه بولكها كوسع ما إركروا لك سؤال كل هذا آه حتى أن حالات اللي شيء معنى ما بالفهمه معنونا ما هي نولك كوسعون أي واحد أبو كبر يو إسقاط قاضي نولك كوسعون نولك ترتيب كوسعون قايد معنيه تصل هدان حالة اللي قدرنا ومراحة اللي قدرنا معنوه نقول نولك عكها يسكسار نولك كوسعون مارك الليلة معنى أن لولا تشيدين صوب حسوب تشيدين مارك الليلة ما تشيده حالة معنيه ده والا غمار ما اللولا ما تشيده وكلام ككورة اللي فهم لا بلاس معنى اللولا ما تشيده سوما هور ماركار اللولا ما تشيده معنيه ده لقم مر ما هو كلام كان معنيه ستام ونغر أيضا حاله لشيء اللي لم تشيده لكن حاله لا تشيده وحاله لا تشيده ليس أحد جزئين جملة ساسا اللي لا تشيده هذا الكلام ولا يكون بعد تمام الكلام اسم الحالكم من نقضه كلام كما قلت ما يسترمو كدب ماهر مر كلام من نقضه وحاله لا تشيده ليس أحد جزئين جملة جملة ولا جزء ككوانت جملة فعلية طيطة فعل يا فاعل أما هو فعل يا ما هو فاعل أما هو كان يا اسم كذي يا خبر كذي جملة فعلية وانت ولا يكون إلا بعد تمام الكلام هذا يلا بخينا صبا تا يا يا لبضوا بنانته حالك مذكر يا مؤنث لبضوا كبنانين حالك يذكر ضميرك له علاوة للتذكيرية وانا لا تعني ثكر مركا فيري جملة فعلية واما حي حيكا كورانت جملة فعلية فعلية فاعل اما فعل يا نائب فاعل اما كانو يا اسم كيدي يا خبر كيدي جملة فعلية واتصل جملة اسمية واما حي مبتدية خبر اما ان يا اسم كيدي خبر كيدي جملة ايضا والله رسوما جملة اسمية يا جملة فعلية جملة فعلية ما هيك كومنتا فعلية فاعل فعلية ما يفاعل كان اسم كده يا خبر كده جملة اسمية ما هيك كومنتا مبتدا يا خبر كيس يا اما اسم كده يا خبر كده جملة سهلية مركا او وخلا حاينا مركا هور هورتا و ان جملة لا هلا جملة بس قيد كامل ما نقو كرت اسم حالك ما نقو كرت انت سلو لك مركا لوليا هي ولا يكون اسم الحالكم من نقضه إلا بعد تمام الكلام كلامكم مركو رميستر مكدب ما هنه كهر من نقضه معنى اللي لك هذا واحد تاي جملة اللي بدأ يدي الجزء متدية خبر فعلية فاعل متك من النقوم جملة اللي بدأ الجزء كقرانت هذه الجملة فعلية تاي فعلية فاعل كقرانت أما فعلية ما يفاعل اللي بدأ الجزء متك من اسم الحال من نقضه هذين جملة اسمية أنا حيك كورنتا مبتدأ يا خبر هذا مبتدأ يا خبر كميت كم إذا ما نقول اسم الحال مركي اللي هلا فعل يا فاعل كذب الله هلا حار هذين جملة فعلية هذا اسمية أنا مركي مبتدأ يا خبر كله هلا كذب الله هلا أنت سألوا لك اسم الحالكم ولا يكون اسم الحال ما نقوله إلا بعد تمام الكلام كلام كمركو لما يسترمو كد ما هنه مر كلام النقضه والله ما حلو حلو رجلا ليس أحد جزء أي الجملة جملة اللي ولا هذا جزء مت كمت ما النقضه لا ما يصح الاستغناء عنه لولا ما تشيده ولا جم مارمي كرا ما لولا تشيده ما لا جم مارمي كرا مرك قبل وين ولا يكون صاحبها إلا معرفة هذا وكبد ابن اسم الحال وحن قارني اسم الحال وكبد ابن صاحب الحال ولا يكون من نغض صاحبها حال هذا صاحب كيدو إلا معرفة معرفة ما هو وحكا لمن نغض وحن معرفة من نغض صاحب الحال صاحب الحال وحن معرفة من نغض صاحب الحال هذا فيري انت صاحب الحالة صومرتي جاء زيد راكبا زيد صاحب الحالة ما نكره ما سوى معرفة حكم معرفه واسم علم ركبت انا كري الفرصة
مسرجان حال وياه فرس كميد لكوري يان كوري الفرس من كرام سوى معرفة ومعرفة ما حيكون معرفون حال اياك شيء وياه ولقيت أنو وحن لكم مي عبد الله راكبا أنو حال أنا هيمد كرسان تعد اسم معرفة مسوى نكيرو معيكم معرفون والضمير والضمير وضع أعرف المعارف بعد اسم الله وأباكي يقول معرفة ضمن أنت معرفة ضميروي مركا صاحب الحال كوحان معرفاه من نوف ولي اسمه كرم من نوف ولا يكون صاحبها عبد الله هنا هو علم والله صار شيء زي ده لمدي ولا يكون صاحبها حالة الصاحب كذو من نقضه إلا معرفة المهنة باب التمييزي تمييز كي باب كيسي هذا محله تمييز كي هذا قرينا باب التمييز تمييز وتفسير ووحفصيرت باب التمييز هذا من كانوا باب التمييز تمييز كي باب كيسي وي التمييز تمييز هو الاسم اسم وي اسم كاسو المنصوب لكردغي اسم كاسو المفسر فصيرا لماك إن بهما قرصومي من الدوات ذاتين حال أوياي أو النصابي أما النسبين حال أوياي وحا قرصومي أو النصابي المدهرات أو النصابي نصابي أو النصابي النصابي المدهرات أو النصابي عليه من الدوات كتن بيضا من الذوات ذاتين حال أوياي أو النصابي أما النسبين حال أوياي وحقر صومي هل كان تمييزا كقلينا تمييز هرتوى اسم فعلي حرف إنا ما وانا اسم منصوب اي اسم مجرور انا ماهن اسم مرفوع انا ماهن واسم منصوب وانا مفسر وحبو فسرة سيدة حالبي حالبي سوى وحما فسيري جرين تمييز كنو حبو فسرة لكن حاله بحيف فسيري كرتاي قاب يهي هي أي فسيري كرت تميز كل رشة يبيت فسرة ذاته وافسرة نسبنا وافسرة لا رأس فسرة لا رم معنوم يتفسرة تميز كل ذاته وافسرة نسبنا وافسرة نسبة على مثال كده صهر رياض أو إن نسبة عن لو درام التمييز تمييز هو الاسم اسم وي اسمكو المنصوب لكردغي اسمكو المفسر فسرا لماك ان بهما قرصومي من الذوات ذاتين حال او النسبي نسبين حالوي وذلك مثال نحو قولك وهذا كله تصبب زيد زيد شبمي اطري زيد شبمي في هذا زيد وحا لو نسبي انه شبمي شبنا لو نسبي مكا نسبة سواقر صنط واسم حاله لكذا مع البحر كل عين على شيب شبانتي وبحري مدي إذا كده عتيل لكذا كشمه فنسبة الله نسبة يزيد شبانك أيها قرصون وحالي تصبر زيد زيد الشمي هذا دوله تصبر زيد مال أكل ميانتل لقي أيها نسبة الله كشمه كده عت مسي على شيب بحري ما كان عبي مكتب مركاسا لكن اسم فصيرة أولي لتمييز مركاسا وعلم يري عراقا من جهة عراق حق بيديد أيو كشم وعلاش ما بحيني علانا مرة ايه بيديد كحق يسو كشم ها بيديد بدانا كبحي كوركي سيب يبلان كبحي سو ما جيدي تصاب بابا زيد زيد شمي وحانا قرصون هذا زيد ولا فهمي كرا تصاب بابا ولا فهمي لكن شو بان كميش اللوغان نسبين زيد هكذا واحد كبحين معلوش قضاله بحبي ما سيكور كبية كبحين وواد يدين ما كلا عبدا اسم فصيرة هي اللي كينا اوكار ديغان عراقا من جياتي عراقين حاجة ديديد كويلوين ماشو كاشم هذا عراقا محينو عطايدي زيد ما اسم فصيري زيد وعدي لكن زيد نسبة اللون نسبيي اولوو تلماني تسببك اي نوه تلمان اي نوه فصير عراقا كيا نوه فصير وحاترا تصبب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الاعراب فعل
ماضي وي فعل ماضي هراد سوغاتين فتح لو بيني زيد فاعل تصبب مرفوع وعلامة رفع الضمة ظاهرة في آخره زيد فاعل تصبب مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره عرق عرقا تمييز تمييز النسبة منصوب تمييز النسبة منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره يا مرك وحن ربنا أوي تمييزه وعرقا عرقا واسم كاسنا كرده عرقا نقول فصيري نسبة زيد لو نسبية أو لغت المعنى تسبب كي نفصيري يا عامل أو فعلك تسبب فعلك أس عامل أو نسبية وتفقع بكر بكر بحسمي بكر واب بحسمي حكى بحسم إيل يا عرق وقر فيمية تقر في او حناقي او عردي كبضتي او عرودي ايو وحوين دبرمية وروينا دا كود عمي على شبالي ماشا اللوغا نسبين فيري وحاقر الصوم ماشا اللوغا نسبين ننكل ربكر تفقع بحسن تفقع وابحسن بكم شحما من تيتي شحما الليل وانا حيو حيرا فريستي برفكو بصد ايس بريسك ايس انقرت سوى جديد برف يبيه ايو بصد ايو وانا حي حيرا بحدي مركا هادا فيري شحما واسم منصوبة او وحفصيرا او فصيرا نسبة بكر ماشا الله غن نسبين التفقوة بحسن لان كيه كب يحسن حيرو كب يحسن حقيقي تفقع بكرون بكر بحسن شحم من جاتي شحم حق حيرت ضرورة كب يحسن تفقع فعل ماضي مبني على الفاتح لا محل الله من الإحرابي بكر فاعل تفقع مرفوع وعلامة رفع الضمة ظاهرة في آخره شحم تمييز منصوب وعلامة نصب فتحة شحم تمييز نسبة منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره شحما ياكو عمل فلي تفقع تفقع تمييز النسبة ضم وحاكو عاملك كوريا كو عمل فلي فعلك اما الشيء قال الله متك كوريا تمييز النسبة كو عمل فلي تمييز ذات ونصة صعبة وضاب محمد محمد ضيب النقضي محمد ضيب النقضي ما عطر ان تلقوا شو بصف اسلكري وقودوا قيا كبت المياه محال رجيرة مسار حالي ونقضى لرجيرة حال رجيرة ديب كماشا اللغة نسبينا محمد على خبا وطابا محمد محمد ايات ديب نقضى نفسا من جيتي نفس حقا نفسده حالي كنقضى وقن اي رالي ونقضى نفتي سوى قنع دو رالي ونقضى فيري مركا نفسا ويتمييس نسبة وخو فصيريا ماشا محمد اللغة نسبينا ايو ديب نمر هل كان فصيرا بابا فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الاعراب محمد فاعل ضاب مرفوع وعلامه رفع الضمه ظاهره في اخره نفس تمييز النسبه منصوب وعلامه نصب فتحه ظاهره في اخره او عاملك نسبي عاملك نسبي بابا صحيح بابا تمييز النسبه هو فعل كره وحن نسبي اما اسم كفعل كشبه تمييز ذات كما بلابنا مرت تمييز ذات ذات الفصيره فيري محاة تمييز ليرا واسم نصب سن او فصيرة ذات قرصون اما نسبة قرصون ذات قرصون اما نسبة قرصون اسم نصب سن او فصيرة اشتريت وحن صوقتي 20 لباطنة صوقت هذا فيري بيع والفهم كرا شراء وحن صوقتي والفهم كرا لباطنة والفهم كرا لكن لباطنة ذات دو دي محيط ما لباطنة بوصو اب صوقتي لباطنة قلم ميا قلم لباتن كتاب ميا لباتن فعري ميا وحا صغرت ما لباتن جوالة لباتن موبايل ميا صغرت ذا تبع 20 كوانا يقر صنط فيه هذي يقف انت هالك سويس تعمل هذو لباتن ما انت صغرت يا فهمك قف فهمك رمان ذا تبع ما يقر صنط و 20 كذا تدي وحا بيع وكل حي ذا تدو المحيط مركز وحا تري غلاما من غلام او الضوماء الضوماء مريك رميشن سوق اللي قليه aan labaatan ka soo qaad si ay beeraha ugu falaan si beeraha ugu falaan labaatan shan beerta u dig shan tukaamada shan waxa ilaalinayaan xoolaha shan guriga ka shaqeynayaan soomaa
اشتريت وحان قطعي 20 لباطن غلاما من غلام او اضم اشتريت فعل وفاعل 20 مفعول به منصوب وعلامة نصب الياء مفعول به كان 20 سيدي جمعوا كسالو اعرابين سيدي جمعوا كرسالي انا اعرابين ما راح جمعوا كرسالي مركا كواكب الجاره لو برتا وحال هذا ملحق علينا جمعوا كرسالي الله يسهل شيء او لا غلط نتك ملحقات جمعوا كرسالي الله يرضى الباب هذا متفرع الباب هذا محل واحد متفرع هاي وي في ري مركا اشتريت فعل وفاعل 20 مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المكرسال لأنه جمع المكرسال لأنه ملحق بجمع المكرسال ما نرى فيه حرف عن حركة والنور عوض عن التمويل في الاسم المفرد اسم المفرد ما له ولا اسكت لها غلاما تمييز الذات 20 كنا فصيرة ذات تقدر فصيرة منصوب وعلامة النصب فتحة ظاهرة في عقيده يا نسبيه غلاما تمييز ذات وحا نسبيه ذات تقدر فصيرة حتى غلاما وحا نسبيه 20 ذات تقدر نسبيه ذات تقدر نسبيه تمييز ذات كيا نسبيه ذات تقدر فصيرة ذات تقدر لفت كذا نسبيه أو عاملة وملكت وحان ملكيه 90 سقاشا سقاشا ما انت ملكي في هذا سقاشا ترى ده ولا فاهمك انا لكن ده ترى اللي بفهمك وحي اد ملكي ما لباتن نف اريا سقاشا نف اريا ما سقاشا غريه ما سقاشا قلما ما سقاشا كتابه ما سقاشا اظن حي سقاشا ده ترى 90 كما قرصم سو ما تجي ومرت وحان ملكيه 90 سقاشا نعجة من نعجة الأصابين أحد نعجة وإنها كوة يرير إبدك إأنولي عران إأنولي وحطالين بكي ليح بلاد إمالها سجارة سبين و وبين وحمد لين سبين هدي ليرا إيا السبين هدي ليرا فتح الله إيا كسرة وحنا يسبدل ما سبين ليرا سبين ليرا إلا فهمان مهم هذا كان فين تو خلاص نبضوا وهي هاي مركا وإذا كو بدقة مركا يريري هنا أي أبوه أي لح بلاط مع فم يلاها ولينا أي صحبات عليه مركا سبعين وين وهي مركا سجاش سبعين وضع أديارات مركا سو ما تشيدي سجاش سبعين وضع أدي أدن سبعين إسكان إذا نضت كبدن كده ريد مقال كم فهمان سبعين واحد ولا تشيد ما بقى حل ولا تشيد مجيد فهم أي سيب حلو فهم سيب مكتب وعركته في المجال إلا الصومالي يا كم عرب الصومالي هنا وإلا فهم سيب عربت واحد زمان جت عروته البادية جيت شري مركز اللغة قصة برتاني وحبري شري وهي هاي هذا واحد ربنا تمييز ذات ونعجة ذات تبقى فصيرة أنا وتسعين نعجة يا عامل أمرك ذات تبقى فصيرة ملكت فعل وفاعل 90 مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه جمع لأنه ملحق بجمع المذكر سالم لأنه ملحق بجمع المذكر سالم وملحق بجمع سلمان نعجة تمييز ذات منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في عقله وزيد زيد أكرمه وميت كرامة بدل منك حقك وحال الله تمييز نسبه تمييز ذاته ولا الكاس اللي وجد تمييز نسبه هذا نقول له زيد وكا كرام بني ما يقال لك عرس بني وهم ماشي ماشي الله كان نسبينا كرام هذا مركز الأب من جهتي أب الحق أبا أبا التقي هذا لا يوناك فيري وزيد زيد أكرمه وامد كرام بلان منك أبو كا كرام بني مركز زيد ماشي كرام هذا الله كان نسبينا واحد أبا من جهتي أب أما مرك الشيء نوعته أما مرك واحد ما فصرتي ماشي زيد لوغان نسبينا كرامة
وزيد زيد المتضمن مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة ظاهرة في آخره أكرم خبر المتضمن مرفوع بالمبتدا مرفوع وعلامة رفع الضمة ظاهرة في آخره منك جار ومجرور متعلق بأكرم من وحرف جار كافتنا وضمير أي وحاتر هذا منك من حرف الجر والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل الجر والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل الجر استقع لما إعرابه إيه محل كالغسية الجار والمجرور متعلق بأكرم أبن تمييز منصوب وعلامة تمييز نسبة لهرت أبن تمييز نسبة منصوب وعلامة نصب فرحة ظاهرة في آخر أكرم ذاك عمل فلين وحن نسبيه وأكرم وأجمل وزيد سوقدر وزيد زيد أجمل وامد قروح بضا منك حقا وكا قروح بضاين مركب فيري مركب لرى زيد أجمل منك لنكي إيقا قرحوني مركب زيدك ما حقا مركب يلبسك ما حقا مقالك كلا ما حقا ويتشك ماشا قروح الله غمس وين وامحن ويتشن وان العدي ويتشن نشيت ويتشن حقا ويتشك وزيد زيد أجمل وامد قروح بضا منك هذه كا قروح بضا ويتشن من جهتي ويتشن حق وجهك هل كان صلوغا نسبينا قروحنا زيد المبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفع الضمه ظاهره في اخره اجمل خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامه رفع الضمه ظاهره في اخره منك من حرف جر والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل الجر الجار والمجرور متعلق باجمل وجن تمييز النسب منصوب وعلامة نصب فرحة ظاهرة في آخره عامل كواكي أجمله ولا يكون تمييز هما النقض إلا نكرة معهن تمييز هو أن نكرها هما النقض أبو فير هذا واحد تمييز أوش يعني عرقا شحما نفسا غلاما نعجة وحبها كده وين ولا يكون هو تمييز كما نقض الا نكره نكره ما هو واحد كلمه نقض وحان نكره هي من نقض معرفه من نقض تمييز ولا يكون من نقض الا بعد تمام الكلام كلام كما كو دمايسترمو كد ما هو من نقض حاله لا جيده ليس احد جزء اي الجمله لا جيده جمله لا لهد جزء ميد كما من نقض ساسه لا جيده لا ما يصح الاستغناء عنه ولا كان مارنا لو لم تجد ها بحال لو تجد ليس احد جزء اي الجمله لا ما يصح الاستغناء عنه لو لم تجد ولا كان مارما وحان اي انصحيد ان لغا ديقتونه وي ساس لو لم تجد الله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد